بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح الوحدة السابعة الدرس التاسع. كما هو معتاد هذا الدرس عزيز الطالب هو مراجعة سريعة لما تم أخذه ودراسته في هذا اليونت. In this unit you have practiced the following things. في هذا الوحدة أنت درست الأشياء التالية. أول شيء أخذنا الأدفيربس، لذلك راح تشوف لأهمية هذا الدرس أنه الأدفيرب ما أخذ مساحة الصفحة كاملة. فأخذنا adverbs of time، نجي عليها المراجعة سريعة، هي اللي تخبرنا متى. فإذا تريد تسأل عنها تسأل عنها بكلمة وين، متى، متى حدث الشيء. وعندنا أخذنا definite أو indefinite time adverbs. definite المحددة مثل yesterday, every day, in the morning، وقلنا هذه تأتي في بداية الجملة أو تأتي في نهاية الجملة. indefinite غير المحددة مثل ظروف التكرار اللي هي often, usually, always, never, ever، وهذه تأتي قبل الفعل الرئيسي. إذا كان فعل رئيسي موجود معه فعل كينونة فتأتي بعد فعل كينونة. هذا فيما يتعلق adverb of time. adverb of manner اللي هو ظروف الحال، اللي تخبرنا how something happens، كيف حدث الشيء، فتسأل عنها بكلمة how. هذه قد تكون على شكل كلمة واحدة مثل slowly or well، أو قد تكون على phrases أكثر من كلمة، عبارة مثل by car، بواسطة السيارة، on foot، على الأقدام، in a friendly way، بطريقة ودودة. خلي ببالك أنه معظم الكلمات اللي الادفيرب اوف مانر اللي هي كلمة واحدة تنتهي معظمها بألواي مثل slowly، quickly، happily، sadly إلى آخره. وقلنا عندنا النوع الثالث اللي هو الادفيرب اوف place، اللي نسأل تخبرنا where، حد أين حدث الشيء، وهذه هنا نسأل عنها بكلمة where. فأدك تكون أما على شكل كلمة واحدة مثل here or there، أو أنه تأتي مع preposition حرف جر مثل in the house, on the table. إذن عزيز الطالب حتى تفرق بيناتهم، اللي time نسأل عنها بوين، المانر الحال نسأل عنها بهاو، والplace نسأل عنها بwhere. قد تأتي على شكل فيما يتعلق بالtime بشكل محدد أو غير محدد، definite or indefinite، اللي هي ظروف التكرار، لازم تعرف أين موقعها في الجملة. بالنسبة للمانر والبليس قد تأتي كما مكونة من كلمة أو أكثر من كلمة. في حالة المانر قد تنتهي بألواي، في حالة البليس قد تنتهي أو يأتي قبلها حرف جر حتى تسوي لك الفريز. نأتي إذا أجن بالجملة ثلاثة، شو نسوي لهم؟ indefinite time adverbs تقع قبل الفعل مثل sometimes، وقلنا sometimes, usually, never, always، تأتي قبل الفعل الرئيسي، وإذا موجود فعل كينونة فتأتي بعده. definite time adverbs قد تأتي في بداية الجملة أو في نهايتها مثل after school I am going to have a swim، I am going to have a swim after school. أو قد تجيك yesterday، ممكن تخليها في بداية الجملة أو في نهاية الجملة، tomorrow في بداية الجملة أو نهاية الجملة، ما تأثر. adverbs of manner لا تختلف، تأتي بعد الفعل أو بعد المفعول به، كذلك مثل they walked slowly فأتت قبل بعد الفعل الرئيسي، أو أتت بعد they crossed the desert on foot بعد المفعول به. إذا عندك اثنين two adverbs of manner، اثنين هن إجن اللي هن slowly و on foot، فهذني أنت تقدر ترتبهن بالطريقة اللي تعجبك، يعني ممكن تخليهن they crossed the desert slowly on foot or on foot slowly، اثنيناتهن ما يهمن. إذا إجا الأدفيربز أوف بليس لا، هذا يجي بعد الفعل أو بعد المفعول به، مثلا I gave my homework to my teacher، أو I gave my teacher تقدر تقول my homework. إذا إجن ثلاثة، وهذا المهم واللي يأتي في الامتحان الوزاري، إذا ثلاثة إجن فالترتيب يكون الحال في البداية المانر يتبع بالمكان بليس، وآخر شيء يأتي الزمان، فيكون مانر حال place مكان وتايم اللي هو زمان. تنتقل الى الصفحة الثانية عزيز الطالب، عندك اخذنا زمن البريزنت والباست باسيف، وهو تكرار او اكمال لموضوع المبني للمجهول. cotton and sugar are grown in Sudan by farmers، طبعا تقدر تخليها. the highest temperature ever was recorded or was recorded in Libya in 1972، وليبتز ماجنا was built. فهذه كلها اما تكون بالبريزنت فيدل عليها الار والاز والام، او تكون بالماضي الوز والوير. عندنا كذلك اخذنا زمنيا تم تطرق لهن سابقا في سنين سابقه وفي الكورس الاول او الفصل الدراسي الاول، اللي هو الباست سمبل والبريزنت بيرفكت تنس. باست سمبل يشير الى احداث وقعت في زمن محدد
في الماضي. I saw him an hour ago. شاهدته قبل ساعة مضت. أو I read the book last year. أو I read the book last year. قرأت الكتاب السنة الماضية. أو أحداث حدثت في الزمن الماضي لكن استغرقت فترة زمنية، مثل I lived in that house when I in that house when I was little. عشت في هذا المنزل عندما كنت صغيرا. أو I ate lots of sweet when I was in holiday. أكلت الكثير من الحلويات عندما كنت في فترة العطلة. Present perfect tense يستخدم للأحداث التي بدأت في الزمن الماضي لكنها لم يكن لها definite time. مثلا I have been to England. كنت في إنجلترا. أو I have seen that TV show. شاهدت هذا البرنامج التلفزيوني. أو أحداث حدثت في الماضي لكن ما زالت مستمرة أو على الأقل آثارها مستمرة. يعني أنا كنت في هذه المدرسة for 3 years. يعني مثلكم أنتوا أعزائي الطلبة بالثالث المتوسط صار لكم 3 سنوات في المرحلة المتوسطة. إذن أنتوا بديتوا المرحلة المتوسطة في الزمن الماضي لكن مستمرين بيها، فتستخدم هذا زمن المضارع التام. I have lived in this house. عشت في هذا المنزل since I was 3. عندما منذ كان عمري 3 سنوات. يعني بالزمن الماضي عشت به وما زلت أعيش. كذلك تكلمنا عن different ways of getting around. كيف الطرق المختلفة للوصول. Asked and answer question about using English. والإجابة السؤال وإجابة الأسئلة عن استخدام اللغة الإنجليزية. Noted detailed in recorded narrative and used them to write a summary. استخدام الديتيلز الملاحظات والروايات المسجلة لكتابة سمري ملخص. قراءة factual text نصوص حقيقية عن بلدان أخرى. وwritten about souvenirs and customs ونكتب عن الأشياء اللي سميناها souvenirs اللي تجلب من بلدان أخرى اللي هي التذكارات والcustoms والعادات. وfound about a country and written 2 paragraphs والاكتشاف عن بلد وكتابة paragraphات 2 أو مقاطع كتابية احنا نسميها paragraph أو مقطع إنشائي. إذا تنتقل للأكتيفيتي بوك عندك lesson 9 complete the table. هذا الدرس الأول اللي أخذناه. البلد وتشتق من عنده nationality أو يعطيك nationality وتشتق من عنده البلد اللي تريده. عندك هذا تمرين مهم B اللي هو write the opposites. أكتب المعاكسات. فعندك happily, slowly, badly, comfortably, in a friendly way. وذني كلهن هن ظروف للحال. فتعكب تكتب المعاكس مثل happily, sadly, slowly, quickly وإلى آخره. تمرين C. Change the adjectives in the books to adverbs. Then use them to complete the sentences. واستخدمهم لإكمال الجمل. وهذا تمرين أنتوا تعرفوه. Quiet هادئ. Dangerous خطر. Clear واضح. و careful بعناية. فتستخدمها لإكمال هذه الجمل. هذا كل ما يتعلق عزيز الطالب في الوحدة السابعة الدرس التاسع. متمنين لكم النجاح والموفقية. Thank you very much for your listening and good luck for you all.